مساهمتها الحشد الشعبي في الحرب ضد داعش لاستعادة الفلوجة حاسمة. هذه القوة الممثلة بفصائل ذات غالبية شيعية تساند قوات الأمن العراقية وقوات التحالف الدولي فضلا عن مسيحيين وسنة وإيزيديين وعشائر الأنبار من أجل تحرير الفلوجة التي تعد أحد أبرز معاقل الجهاديين في العراق. ويقول هادي العامري وهو أحد أبرز قادة الحشد الشعبي الذي يشارك في الهجوم: احنا الطوق الخارجي للمدينة عندما نكمل الطوق سنترك الموضوع الدخول للمدينة قطعا. احنا هاي سياسة اتبعناها، نحن قرارنا تطويق المدينة من الخارج وترك الأجهزة الأمنية تقوم. عندما تعجز الأجهزة الأمنية في تطهير المدينة ندخل. في مارس من عام 2015 حرر التكريت بمساندة الحشد الشعبي، كما الرمادي في ديسمبر من العام نفسها. وبعد سيطرة داعش على الموصل صدر بيان المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالمرجع الديني على السيد علي الحسين السيستاني بوجوب حمل السلاح لمحاربة داعش ولتلبية الدعوة. انضم الألاف من المتطوعين إلى مراكز التدريب والتي تم إنشاؤها خصيصا من قبل السلطة العراقية لدمج 40 وحدة ميليشيا للتعبئة الشعبية التي يصل عددها 80,000 رجل. في 31 من أذار مارس من العام 2015 أعلنت بغداد تحرير التكريت وسيطرة القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي على المدينة بعد هجوم واسع ضد الجهاديين الذين كانوا فرضوا سيطرتهم عليها قبل نحو 10 أشهر. أما اليوم فقد تكثف الضغط على الجهادين في مواقع المواجهة بالقرب من الفلوجة، حيث يرابط الحشد الشعبي بكثافة. وإن لعب الحشد الشعبي دورا أساسيا في الحرب ضد الجهاديين، لكن في الوقت ذاته كانت هناك خروقات في مجال حقوق الإنسان وأعمال تخريب للممتلكات، ما يثير المخاوف إزاء كيفية تعامل هذه الميليشيات مع آلاف المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفلوجة. يلا تعال.